Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city Israel as chosen as its and capital. Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة في وقت جديد من برنامجكم عبر الكتاب، برحب بيكم برحب بمشاهدينا في كل مكان، برحب بيك دكتور اشرف اهلا بيك. اهلا بيك يا اخ بيتر وبرحب ايضا بكل الاخوة المشاهدين في كل مكان. الحقيقة النهاردة احنا مش موضوع سياسي بحت ولا قدام موضوع يخص اي مشهد سياسي بيحصل في عالمنا في هذه الفترة، ولكن احنا هنقف قدام الكتاب المقدس. احنا برنامج عبر الكتاب برنامج دراسي برنامج بيقدم كلمة الله بيقدم دراسات حول كلمة الله بحت واحنا ماشيين في دراستنا بكلمة الله بنقابل تواريخ وبنقابل شعوب وبنقابل جماعات كثيرة وبنقابل ملوك وبنقابل أزمنة وتواريخ وأراضي وأمور شبه كده فالنهاردة احنا بمناسبه ما يحدث وبمناسبه اللغط الموجود في الساحه في العالم كله على جميع الاصعده احنا النهارده قدام آه يعني نزاع وده يقول رايه وده يقول رايه وده عنده فكره وده عنده فكره وده بيحارب لوطنيته وده بيحارب لشعب احنا مش بنكره حد وبعلن من قناه الحياه ومن برنامج عبر الكتاب انه محبتنا للجميع محبتنا لكل الشعوب لكل الاوطان لكل البشر في كل مكان لكل الاديان للي ملوش دين محبه المسيح اللي انسكبت في قلوبنا م. لازم تنصب جوانا بحقه بشكل مش كلام بشكل حقيقي فعال عملي ان احنا فعلا مش كلام بنقوله دي حقيقه ان احنا بنقدم محبتنا لكل الاجناس وكل الاوطان م. وكل م. الاديان النهاردة احنا هنقف قدام منطقة مهمة جدا في الكتاب المقدس الدكتور أشرف عزمي أه قبل ما يبدأ أكيد عنده مقدمة برضو حابب يبدأ معانا فيها فضل وإحنا بنتكلم عن موضوع أورشليم زي ما أنت أكدت أنا حابب كمان أأكد بعض النقط المهمة جدا عايز أول نقطة أكد عليها بنأكد على محبتنا واحترامنا لكل الشعوب والجنسيات أكيد. فهكذا علمنا الرب يسوع فالكل خليقه الله متساويين في القيمه والله بيحب الكل والمسيح مات من اجل الكل, الكل. حاجة الثانيه ان احنا لسنا طرف في هذه الصراعات الـ 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 الدائره لكن احنا جزء من آه الـ الـ المجتمع جزء م. من الـ الـ الحياه م. نفسها آه ال... والنتيجة بتاعة هذه الصراعات بتيجي علينا سواء أردنا أو لم نرد عشان كده نحن لا ندافع عن أحد ولا نهاجم أحد من منطلق إيماننا وده الجزء المهم أوي من منطلق إيماننا بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله بما أن الكتاب المقدس هو كلمة الله والكتاب المقدس اتكلم عن أورشليم واتكلم عن الفلسطينيين اتكلم عن أشياء كتيرة جدا والمصريين وغيره فكويس قوي أن احنا نرجع لكلمة الله وندرس الاشياء دي من كلمه الله، يعني يكون منطلقنا ليس المنطلق السياسي ولا المنطلق الوطني، الدافع الوطني، لكن المنطلق بتاعنا هو المنطلق الكتابي. الحاجه الاخيره اللي عايز اكدها من خلال فعلا معرفتي لعدد كبير من الناس ونشاتي في العالم العربي وفي مصر اه للاسف الكبير معظم فكرنا عايز اقول او كل فكرنا مع انه كلمه كل مش المفروض ما تبقاش صحيحه لكن معظم فكرنا عن اليهود هو فكر اسلامي بحت. معظم معلوماتنا معظم معلوماتنا آه. نشأنا على البغضه لليهود، نشأنا <applause> على فكره المحتل والمغتصب، نشأنا على فكره احفاد القرده والخنازير، نشأنا على اغنيه شعبان عبد انا بكره اسرائيل <applause> وبحب عمرو موسى آه آه نشأنا على انه آه يعني آه الكره الثقافه الشعبيه الثقافه يعني. العامه الاجتماعيه م. والسياسيه اللي بتبغي تشعب بدون دراسه بدون وعي من الميديا العربيه بالظبط آه. فاحنا حابين نرجع للكتاب مهندس ونشوف هل اللي احنا بنؤمن بيه ده صح ولا لا؟ إذا اللي احنا بنؤمن بيه ده صح يبقى نكمل فيه، لو الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة تانية يبقى نقيم فكرنا على ضوء إعلان الله في الكتاب المقدس كده يعني احنا النهارده مش بنقدم رأي شخصي بالظبط أنا أه. بقدم تاريخ عشان كده عنوان الحلقة هو أورشليم النشأة والتاريخ في الكتاب المقدس ولو الرب إداني وقت في الحلقة دي يعني يعني لو قدرنا إن احنا نخلص ممكن آخد فكرة كمان بسيطة عن تاريخ الفلسطينيين يبقى احنا غطينا الموضوع يعني. من اكتر من ناحيه اول حاجه اورشليم في الكتاب المقدس الاسم اورشليم ورد في الكتاب المقدس 806 مره وده يمكن اكتر مدينه ذكرت في الكتاب المقدس هي مدينه اورشليم عهد قديم وجديد عهد قديم وجديد لو جيت اقسمها هقول انه 600 و مرة في العهد القديم و 146 مرة في العهد الجديد، فالمجموع كله عندي وستة مرة ذكرت مدينة أورشليم في الكتاب المقدس. نرجع للأصل. إيه بقى أصل مدينة أورشليم؟ يروشليم ده العبري بتاعها وطبعا اليوناني هو ترجمة ترانسليتريشنز للنطق العبري ايروسليم فلو جينا للكلمه يروشاليم نفسها يقول علماء الاثار وكذلك اللغه علماء اللغه يعني ان المدينه القديمه كان في مدينه قديمه كان لها مركز ديني مكون من مقطعين الكلمه نفسها مكونه من مقطعين ييرو اللي هي ممكن تترجم على انه اساس او بعض ممكن تترجم على انها مدينه وشل وشال اللي هي اسم الاله اللي كان موجود في ذلك الوقت فعش كده أساس الإله شال أو مدينة شاليم أو فيما بعد أصبحت أيضا أساس السلام أو مدينة السلام يورشليم. التاريخ بتاعها خارج الكتاب المقدس مذكورة أورشليم في كتابات كثيرة خارج الكتاب المقدس فأول ذكر لمدينة أورشليم بنجده النهاردة يمكن علم الأثار بيساعدنا كتير قوي أول ذكر لمدينة أورشليم موجود في نقش مصري قديم بيرجع للقرن ال19 يعني 1900 سنة قبل الميلاد وفيه تصب اللعنة على أمير مدينة أورشليم غالبا كانت هناك خلافات وكان في صراع ما بين مصر وما بين أمير مدينة أورشليم فالنص المصري بيصب اللعنات على أمير أورشليم رسائل العمرنة ودي مشهورة قوي مكتوبة باللغة الأكادية اللي هي اللغه المسماريه، <applause> رسائل عمرنا بترجع الى القرن ال 14 1400 او 1300 قبل الميلاد والمكتوبه باللغه الأكتية تتضمن ايضا اسم اورشليم، يعني بمعنى اورشليم كانت مدينه في ذلك الوقت. <applause> يذكر ايضا في الكتابات الاشوريه كتير جدا والبابليه لانه الكتابات الاشوريه تاريخ اشور وبابل كان متداخل مع تاريخ يهوذا والسامره. تاريخ المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، فبالتالي المدينتين دول ذكروا، اورشليم ذكرت كثيرا جدا في الكتابات الآشورية القديمة والكتابات البابلية القديمة. نيجي بقى للعهد القديم نشوف ذكر اورشليم واول مرة ذكر فيها اورشليم، اول ذكر لأورشليم اللي هي سليم موجود في تكوين 14، بيقول لنا ايه تكوين 14؟ فاكر لما ابراهيم راح حارب الخمس ملوك دول اللي اخذوا لوط وسابوه وانتصر عليهم وهو راجع يقول الكتاب وملك صادق ملك شليم كويس اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي عندنا مدينه كان اسمها شليم وملكها وهو نفس الكاهن بتاعها خرج وقابل ابراهيم وبارك ابراهيم كمان كلمه سليم او شليم استخدمت في الكتاب المقدس في سفر المزامير كمرادفين لنفس المعنى مش كده في مزمور ستة, ستة وسبعين لنا كانت في سليم مظلته وبيتكلم عن الرب ومسكنه في صهيون يبقى هنا صهيون و... وسليم الاثنين اسمين لكن لمنطقه واحده ل... 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 لمدينه واحده كويس فيما بعد سميت صهيون yeah. امتى حصل دون امتى ابراهيم قابل ملك صادق تقريبا سنة 200 و 2160 قبل الميلاد إلى 2155 قبل الميلاد لأنه لو احنا حسبنا تاريخ ابراهيم هنعرف انه ابراهيم الرب الدعاء لما كان عنده 75 سنه فيرجع تاريخه ممكن نرجع نرجع بالتاريخ الى سنه 2166 فنقول انه قعد في كان عن كام سنه وبعدين حصلت الحرب دي وقبله يعني بنتكلم على القرن العشرين أه قبل الميلاد أو القرن الواحد وعشرين قبل, قبل الميلاد إبراهيم كمان يذهب إلى جبل المريا ربنا قال إبراهيم روح لجبل المريا ده ذكر آخر لمدينة لمنطقة في مدينة أورشليم فيما بعد هنعرف التاريخ ده إزاي اتربط مع بعض ويقول الكتاب وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هانذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي اقوله لك طبعا جبل المرية فيما بعد لما هنقرأ في صمويل الثاني أنا أعرف أنه جبل المرية هو نفس مكان بيدر أرونا اليابوسي وخلوا بالكم المشاهدين <applause> كلمة اليابوسي واليابوسيين لأنها هترتبط بأورشليم كويس قوي فيما بعد أي في المكان الذي بنى عليه داود مسبحا للرب ومن بعده بنى سليمان الهيكل يعني نفس المكان اللي هو جبل مريا هو كان بيدر أرون اليابوسي مكان بيدر اللي اشترى منه داود وبنى عليه مسبحا واللي فيما بعد بنى على نفس المكان في نفس المكان اللي كان فيه المسبح ابنه سليمان بنى الهيكل آآ آآ الهيكل أورشليم أورشليم زمن دخول إسرائيل لأرض كنعان وزمن القضاء يبقى احنا شفنا ايام ابراهيم اورشليم كانت موجوده او شليم او سليم وكان ليها ملك وكان ليها كاهن وكان ليها تاريخ موجوده كويس اورشليم بقى لما نيجي لاحداث الخروج وحتى زمن القضاء وفتره قبل تاسيس المملكه يعني انت بتتكلم على من سنه 1400 الى مثلا سنه 1060 او 1050 كويس قبل الميلاد قبل الميلاد يقول الكتاب فلما سمع ادوني صادق ملك اورشليم يبقى ادوني سمع عن يشوع م. الغزابة اللي جايين من مصر دول اللي خارجين من مصر وداخلين الى ارض كنعان عشان يمتلكوا الارض لما سمع ادوني صادق ملك اورشليم ان يشوع قد اخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحة وملكها فعل بعاي وملكها وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم خاف جدا فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم يبقى دي تاني مرة يذكر ملك أورشليم إلى هو هام ملك حبرون وفرايم ملك يرموت ويافيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون يقول اصعدوا إلي وأعينونني فنضرب جبعون لأنها صلحت يشوع وبني إسرائيل يبقى هنا في ذكر ايام دخول يشوع الى ارض كنعان كان في ملك هذا الملك اسمه ادوني صادق وهو ملك لمدينه تسمى مدينه اورشليم كويس في ذلك الوقت. يعني في الاول ملكي صادق كان ملك شليم. بالظبط. في ايام اللي هو اول ايام ابراهيم اللي هو اول ذكر لكلمه اورشليم. بالظبط. في تكوين 14. وده تاني ملك يعتبر ده مش تاني ملك انت الفرق الزمن كبير فرق زمن كبير اه, لكن الذكر في الكتاب كملك بالاسم ولما يذكر لنا الملك بالاسم معناه انه فعلا حاجة تاريخية مش مجرد مكان مخترع يعني يعني انت بتذكر لي المكان وبتذكر لي اسم الملك الذي كان يملك في ذلك الوقت ايضا على هذه المدينه و... اللي هي مدينه اسمها كمان برضو صادق آه يعني لأنه الاسم الاسم زي صفة زي مثلا نقول محسن آه واسمه صفة في نفس الوقت صالح آه في زمن دخول بني إسرائيل الأرض أرض كنعان في القرن 14 كانت مدينة أورشليم تعرف باسم يابوس كويس وذلك لأنها كانت مدينة ملك اليابوسيين خلوا بالكم الجزء ده مهم جدا ليه؟ لأنه هنعرف إنه اليابوسيين كانوا شعب من الشعوب السبعة الذين كانوا في أرض كنعان خلينا نحطها هنا لما يقول هنا فلم يرد الرجل أن يبيد بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يابوس هي أورشليم يبقى يابوس هي مدينة أورشليم وهنا نفس الحكاية وتعالى نميل إلى مدينة اليابوسيين هذه ونبيت فيها ده في سفر القضاء يبقى يابوس هي إيه هي أورشليم يعني اتغير اسمها؟ اتغير اسم كان اسمها اسمها كان يابوس لانها ملك اليابوسيين لكن هي كانت ملك سليم او شليم اشاره الى الاله الذي كان يعبد في ذلك في ذلك الوقت كويس فكان م. ليها اكثر من اسم كويس من الملاحظ ان اسم الاسم يابوس ذكر في الكتاب المقدس اربع مرات فقط في العهد القديم وفي كل مره ذكر ارتبط الاسم يبوس بأورشليم سفر القضاء 19 وأخبار الأيام 11 ويشوع 15 في كل مرة ذكر واليابوسين بقى مين هم اليابوسين دول؟ م. اليابوسين دول كانوا شعب من ضمن الشعوب السبعة التي امر الرب بابادتها في ارض كنعان شوف هنا سفر التثنيه بيقول ايه ليه الرب امر بابادتها بسبب خطاياهم ولانه ذنوبهم قد اكتملت لان اثم الاموريين قد اكتمل فالرب تركهم سنين وسنين ومئات السنين كانوا يقدموا الذبائح الاطفال كذبائح وكانوا ينجسون الارض وكانوا بالقتل والذبح فالرب حكم عليهم بالدينونه النهائيه وكانت هذه هي الاباده مين دويس. اللي ابادهم مين اللي كان يشوع لما دخل يشوع مفروض كان يتمم هذه الوصية كان هو يشوع م. يقول الكتاب متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك هذه الشعوب هي إيه؟ الحثيين والجلجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم منك هذه الشعوب لم يكن فيها اسم الفلسطينيين لم يذكر فيها بمعنى ايه بمعنى ان الشعوب الاساسيه التي كانت تعيش في ارض كنعان كانت هي هذه الشعوب السبعه طيب لحد اللحظه اللي احنا واقفين قدامها دي وضع الفلسطينيين كان ايه في الزمن لحد اللحظه دي؟ ما تستعجلش طيب. حاضر يعني كانوا فين بس؟ يعني. هم كانوا كانوا في منطقه على الغربيه عند غزه واريحا دي كانوا اقطاب اه هناك كان اقطاب الفلسطينيين الخمسه يسكنون في هذه المنطقه انما ارض كنعان كارض كنعان كانت ملك للشعوب السبعه اللي الرب امر بابادتهم ولم يكن منهم شعب فلسطين. اوكي كويس؟ نكمل نكمل نيجي لحاجه ثانيه لما ندخل الى فتره حكم الملك داود يبقى احنا خلصنا فتره ابراهيم والاباء خلصنا فتره يشوع والقضاء وندخل على فتره الحكم حكم الملك داود داود بيستولي على مدينه اليابوسيين اللي هي بتصير فيما بعد مدينه الملك العظيم يقول الكتاب ايه وذهب الملك ورجاله الى اورشليم الى اليابوسيين سكان الارض يبقى اورشليم كانت زي العاصمه بتاعه مدينه بتاعه الشعب اليابوسي فكلموا داود قائلين لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والأرض بمعنى أن عمرك ما تدخل من هنا هنا يعني عشان تدخل هنا زي ما لك يعني اعمل اللي انت تعمله مش هتقدر تدخل هنا اي لا يدخل داود الى هنا واخذ داود حصن سهيون يبقى مدينة أورشليم كانت فيها فيها حصن كبير جدا عسكري هو حصن سهيون يعني جو المدينة اكبر من الحصن لكنها صارت فيما بعد هي هي مدينة أورشليم هي مدينة داود سميت أيضا باسم مدينة داود وقال داود في ذلك اليوم أن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعم المبغضين من نفس داود لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج وأقام داود في حصن وسماه مدينة داود يبقى داود خذ الحصن اللي كان موجود في مدينة اليابوسيين اورشليم وسمى هذه المدينه مدينه داود وبنى داود مستديرا من القلعه فداخلا وكان يا داود يتزايد متعظما والرب اله الجنود معه يبقى هنا بتصير هذه المدينه هي المركز لملك داود كويس يعني المركز بتاع داود في مملكته صارت مدينه اورشليم عندما استولى عليها امتلاك داود لمدينة أورشليم هل هو صح ولا مش صح كويس هو صح ليه لأن الرب قد أمر بإبادة اليابوسيين كدينونة زي ما أمر بإبادة العمالقة لكن شعب الرب أيام يشوع قد تعاصى أو يعني تخازل في تحقيق هذا الأمر الإلهي لم يحمل أمر الله كاملا فترك اليابوسيين يعيشون جه داود فيما بعد وعمل ايه أباد اليابوسيين وأخذ هذه المدينة مدينة أورشليم وصارت مدينة أورشليم هي ملكا لإسرائيل عشان كده الرب في خروج خلي بالك خروج 23, 23 يقول لشعبه ايه فإن ملاك يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليابوسيين فإيه فأبيدهم لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم بل تبيدهم وتكسر أنصابهم يبقى شعب إسرائيل لم يتمم هذا الأمر نهائيا كاملا جي فيما بعد داود أتم هذا الأمر مع اليابوسين زي ما عمل مع العمالقة فصارت أورشليم هي مدينة الملك العظيم مدينة داود من ذلك الوقت أطلق عليها مدينة داود كويس نيجي بقى هل هل اورشليم صارت عاصمه للمملكه اليهوديه؟ ده بنجده في حياه داود سميت المدينه باسم مدينه داود واصبحت مركز للعباده وتم نقل تابوت العهد كلنا نعرف قصه نقل تابوت العهد ازاي داود نقل تابوت العهد الى الى مدينه اورشليم يقول الكتاب وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل ثلاثين ألفا وقام, وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعل يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدومة إلى مدينة داود بفرح يبقى تم في صمويل الثاني أصحاح ستة نقل العبادة اليهودية لكي ما تكون في مدينة داود اللي هي مدينة أورشليم اللي هي مدينة اليابوسيين التي استولى عليها داود اللي هي فيها حصن صهيون الذي صار القلعة لداود ولحكم داود م. أراد داود بعد فترة أراد داود أنه يبني للرب هيكلا جي في قلب داود كده أنه يبني للرب إيه بيت ما ينفعش خيمة الاجتماع دي عايزين نبني بيت، أنا ساكن في بيت جميل وتابوت الرب محطوط في خيمة ما ينفعش، فأراد في قلبي وضع في قلبه إنه يبني هيكل، الرب قال له ما ينفعش يا داود إن أنت تبني الهيكل. الرب قال له مش أنت اللي هتبنيه لكن أوعدك إنه ابنك اللي هيأتي من بعدك هو الذي يبني هذا البيت لأنه داود كان دخل حروب كثيرة في حياته وكانت يداه تلطخت كثيرًا بالدماء. يقول الكتاب فمتى كملت ايامك واتجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته هو يبني بيتا لاسمي يبقى ده اللي عمله سليمان وعشان كده سليمان قام ببناء البيت ايام داود كان في صراع ما بين الفلسطينيين وما بين اليهود ونقرا عن جوليات الجبار اللي كان من محله الفلسطينيين، وانه كان بيعير شعب اسرائيل، وكان ده بيبقى موجود على جبل هنا، ودول موجودين على جبل هنا، وبعدين تبدا يبدا هذا الصراع. يقول الكتاب: وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سوكه التي اليهوذا، ونزلوا بين سوكه وعذيقه في افس دميم، واجتمع شاول ورجال اسرائيل ونزلوا في وادي البطيم. واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا واسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم النقطه اللي انا عايز اوضحها هنا ايه نقطه مهمه جدا لازم نعرف ان الصراع الذي كان في كل هذه الفتره بين الفلسطينيين وما بين اليهود لم يكن صراعا على اورشليم نهائي كان صراع شعبين تعالوا نصطف هنا ونصطف هنا والشعب اللي ينتصر يدمر يدمر الباقي لم يكن صراعا على اورشليم نهائي لم يكن الصراع على اورشليم موجود في ذلك الوقت كويس ليه لان اورشليم لم يكن داود داود هنا كان صبي صغير لم يكن داود قد استولى على يابوس وصارت مدينه داود الملك العظيم فالصراع كان صراع على البقاء صراع ما بين ما بين شعب يريد ان يبيد شعب وشعب يريد ان يحتفظ بالارض اللي ربنا ادهاله ويعيش فيها هذا هو كان صراع قوه صراع على البقاء في ذلك الوقت فالفكره فكره الصراع على المدينه بين الفلسطينيين وبين اليهود لم تكن نهائيا موجوده في تاريخ الكتاب المقدس كله حتى في العهد الجديد ودي نقطه مهمه جدا هذا الصراع نشا امتى نشا مع الغزو الاسلامي لكن قبل كده لم يكن هذا الصراع موجود كان كل واحد عنده منطقته وعايش فيه ونتكلم عن الجزء ده باستفاضه. يعني اسباب الصراع في العهد القديم ما بين اسرائيل وفلسطين كانت مختلفة عن اسباب الصراع دلوقتي؟ خالص نهائي. في ايه طيب بالظبط في انه انه الصراع النهارده اصبح صراع على على منطقة معينة. م. أو على مدينة معينة. م. هذا الصراع لم يكن موجود. لم تكن اورشليم في يوم من الأيام ملكا في الكتاب المقدس ملكا للفلسطينيين. سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. كويس اقطاب الفلسطينيين الخمسه لهم اماكنهم ونتكلم عنها م. وشعب اليهود كان ليه اماكنه اللي اخذوها من السبع شعوب اللي طردوهم في ذلك الوقت اللي كويس. عنها. فلم يكن ابدا هناك صراع على مدينه اورشليم مدينه اورشليم لم تكن في, في الحزبان نهائي فالصراع دون على المدينه دي بدا امتى بدا من الغزو الاسلامي طيب. للقدس قبل قبل ما نكمل بس عايز اربط ما بين الواقع او اللي احنا فيه دلوقتي او المرحله اللي احنا بنعيشها دلوقتي عشان الناس تبقى متابعه معانا برضو وفي ظل ما احنا بنسرد معلومات كتابيه اكاديميه سليمه صحيحه ما حدش يقدر يشكك فيها لانها مش اراء شخصيه. اللي يقال يعني الكاسرين بيقولوا وفي يهود كمان شفت لهم كلام وتصريحات واراء انه احنا ملناش دعوه باللي بيحصل انه اللي بيحصل دوت سياسي م. يختص بسياسيين اغراضهم سياسيه احنا مالناش دوله احنا مالناش علم احنا ديانتنا اليهوديه فقط بنتبعها نعيش بقى في في دوله اسمها فلسطين نعيش في دوله اسمها مصر نعيش في دوله اسمها فرنسا مش مهم نعيش فين واحنا تشتتنا وربنا بيعاقبنا وهم عارفين كده وربنا امر بذلك ومن سنه 70 من بعد ما تهد الهيكل واتدمر حتى الان واحنا بنتعاقب فكل اللي بيعملوه الجانب اليهودي الثاني ده بعيد عن الدين اليهودي الصح مم. وبعيد عن النظره الصح للمرحله اللي احنا فيها. كي. ودي اغراض سياسيه ومش مم. يهود والجوانب الثانيه الاسلاميه أو, الجو... او الاديان الاخرى بتقول نفس الكلام وبخصوصا وبالاخص الجانب الاسلامي. بيقول لا اليهود مشتت وملوش ارض مم. ودول مش يهود. فلما نو... نحب نربط ده بالكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. أه... وجود اليهود ارتبط بالارض. ليه؟ لأن جزء من عهد الله مع إبراهيم كان الأرض فالعهد الله مع إبراهيم شمل ثلاث حاجات شمل النسل فأعطاه إسحاق والنسل الأعظم الذي أتى هو شخص الرب يسوع كويس فدل إنه إنه أعطيك ابن إنه اللي هيورثك هيبقى ابن فربنا اداله نسل أجعل نسلك كرمل البحر في الكثرة وكنجوم السماء فأول جزء من عهد الله مع إبراهيم هو النسل تاني جزء هو الأرض أعطيك الأرض تمتلكها فده جزء أساسي في العهد الجزء الثالث هو البركة أجعلك بركة وباركك فتكون بركة كويس وده العهد إنه العهد الجديد العهد الجديد اللي من خلاله تتبارك جميع الأمم إنه هذه البركة أتت إلينا في شخص يسوع المسيح لكن الثلاث عناصر دول بالنسبة لليهودي مرتبطين ببعض ما تقدرش تفصلهم عن بعض اليهودي الأصلي ما تقدرش تفصله عن الأرض ده إنه ده جزء من الوعد فاللي بيقولوه البعض ده ما أعتقدش بيمثل الغالبية يمكن اقليه قليله جدا لكن الارض بالنسبه لهم دي ارض وعد من الله ليهم اكمل الجزء ده آه لانه يعني مهم جدا نحن احنا ناخد الصوره على بعض وبعدين نشوف ازاي نحط الاحداث الحاصله النهارده في في مكانها صحيح ايام سليمان سليمان بنى الهيكل بعد 480 سنه من آه آه الخروج من مصر بنى هيكل الرب في نفس المكان اللي فيه داود بنى المسبح في نفس المكان اللي فيه إبراهيم ربط إسحاق علشان يقدمه للرب زبيحة وده ابن في صمويل الثاني أصحاح 24 إنه داود اشترى الأرض دي يعني اشتراها بثمن، فقال الملك لأرون لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إله محرقات مجانية فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلا من الفضة وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة كويس لما نيجي بقى لفترة انقسام المملكة المملكة انقسمت بعد موت سليمان كويس انقسمت إلى قسمين انقسمت إلى المملكة الشماليه اللي هي اللي فوق دي السمر. الاصفر كويس ودي عاصمتها عاصمتها السامره والمملكه الجنوبيه دي عاصمتها اورشليم يعني انا حطيتهم هنا آه كده بالشكل ده م. فانا عندي السامره هنا هي قلب سبط يهوذا وبنيامين تحت في الشمال م. في الجنوب وعندي السامره هي المنطقه العاصمه بتاعت المملكه ايه؟ اورشليم اورشليم اه اورشليم أه. في يهوذا سوري والسامره في المملكه الشماليه اللي هي ف... بقيه الاسباط كلها اللي هي بقيه الاسباط هنا تحت كان عندي سبطين سبط صبت يهوذا وسبط بنيامين فوق كان عندي العشر اسباط الاخرى لشعب اسرائيل لكن ظلت اورشليم هي العاصمه الجزء اللي فوق ده الجزء اللي فوق ده كله كويس ده اتاخد خدته اشور و... و... وسابت شعبه سنه 722 قبل الميلاد كويس بنسميه السبي آه الـ 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 الاشوري الاشوري كويس الجزء اللي تحت دون هنا الأورشليم مع اليهوديه اتسابوا سنه 586 قبل الميلاد من بعد. البابليين اللي فوق سابوهم الاشوريين المملكه الجنوبيه سابتها بابل هنتكلم عن جزء سقوط أورشليم على يد ايه على يد ملك بابل سنه 586 حاصر البابليون مدينة أورشليم ثلاث سنين قبل سقوطها سنة 586 دمر نبوخذ نصر المدينة بما فيها الهيكل الذي بناه سليمان وساب الأحياء من شعبها وأخذهم إلى إلى بابل وعشان كده لما نيجي لسفر مراثي وأرميا كان عايش السقوط أورشليم أرميا كتب عنها يقول كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم السيدة في البلدان صارت تحت الجزية تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها ليس لها معز من كل محبيها كل أصحابها غدروا بها صاروا لها أعداء ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها صارت رؤسائها كأياء لا تجد مرعى فيسيرون بلا قوة أمام الطارد قد ذكرت اورشليم قد ذكرت اورشليم في ايام مذلتها وتطوعها كل مشتهياتها التي كانت في ايام القدم عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها راتها الاعداء ضحكوا على هلاكها ده نقرا عنه في سفر مراثي ارميا ازاي كان يبكي ارميا على مدينه اورشليم ولما شاف السبي البابلي ودمار الهيكل وسبي ال... الذين ظلوا احياء راحوا السبي هناك وقعدوا في السبي ها سبعين سنة مش كده لما نتكلم عن الجزء الأخير أورشليم بعد عودة اليهود من السبي وحتى الرب يسوع يعني بنتكلم على 539 قبل الميلاد إلى سنة ميلادية يعني ميلاد الرب يسوع ودخول الفترة الميلادية سبعين سنة ده السبي البابلي السبعين سنة قعدوا في السبي البابلي سبعين سنة سبعين سنة كويس رجعوا سنة تسعة وتلاتين خمسمية على يد كورش الملك لما أصدر قرار بالرجوع إلى الإساب وفي يقول له نقرأ في نحامية نحامية بيقول في شهر نيسان في سنة العشرين لارتحشت الملك كان خمر أمامه فحملت الخمر وأعطيت الملك ولم يكن قبل ولم أكن قبلا مكمدا أمامه فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض ما هذه إلا كآبة قلب فخفت كثيرا وقلت للملك ليحيا الملك إلى الأبد كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار فقال للملك ماذا طالب أنت فصليت إلى إله السماء وقلت للملك إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها وبهنا نشوف أرمية نحمية. نحمية واحد من الثلاثة اللي ربنا استخدمهم لإعادة بناء المدينة والهيكل مرة ثانية يعني بعد سبعين سنة عادوا إلى اليهودية والرب استخدم مين؟ استخدم عزرة واستخدم زارو بابل واستخدم نحمية عزرا كان اول فوج للرجوع من السبي كان على يد عزرا رجع حوالي خمسين الف من بابل م. وبعد كده سوريا على على يد زربابل وبعد كده عزرا رجع وبعد كده نحميا وكل واحد اهتم بناحية ناحيه من النواحي حتى صارت المدينه والهيكل مستقر والحالة أمان والناس بتزرع وبتحصد وبتأكل وبتعيش وكانوا عايشين في مدينة أورشليم في اليهودية جميل. حتى سنة حتى سنة كام؟ حتى سنة 333 قبل الميلاد لما دخل الإسكندر الأكبر واحتل اليهودية وصارت اليهودية جزء من المملكة اليونانية كويس؟ إسكندر الأكبر ما كانش عنده أولاد فمات ولما مات اتقسمت الإمبراطورية الكبيرة دي على أربع جنرالات كانوا عنده في الجيش كويس؟ يهمنا قوي اثنين منهم اللي هم يهمنا قوي البطالسه في مصر والسلوقيين في سوريا ده اللي بيتكلم عنه دانيال عن ملك الشمال البطالسه وعن ملك الجنوب المصريين وطبعا ما بين سوريا ومصر بتقع مين ارض كنعان ارض اليهوديه اي حرب ما بين ال... ودول دول كانوا اسرتين بيكرهوا بعض جدا عارف هما... البغضه اللي هو السلوقيين في سوريا والبطالسه في مصر. في مصر كانت هناك بغضه غير عاديه ما بين الاثنين فلما يطلع البطالسه عشان يحارب السلوقيين لابد إنه يعدي على مين على, على اليهوديه على كويس يضرب اللي يضربه ويؤذي اللي يؤذيه ويسب اللي يسبيه ويرجع تاني ولما ينزل ملك السلوقيين عشان يضرب المصريين تاع كان يعدي على مين على يعني. على اليهوديه فكانت ملطشه بالظبط <applause> عارف سوريا او في اللفظ ده عارف ال 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 المات بنحطها قدام الباب عشان الناس تخش تمسح رجليها وهي داخله كانت الدواسه كانت اليهوديه كده ملك الشمال طالع ال ملك الشمال نازل لتحت يضرب هم المصريين هم؟ ما هم غلابه هم هو بيغير عشان كده لما لما نزل لما نزل واحد اسمه انتيخوس ابي فانس كان ده من السلوقيين بتوع سوريا لما نزل انتيخس ابو فانس سنه 106 167 قبل الميلاد علشان يحارب المصريين وبعدين اتهزم من المصريين فراجع مذلول فهو راجع مذلول مين الضعيف قدامه؟ اليهود اليهود يعمل ايه؟ راح ضرب اللي ضربه وراح واخد خنزير وراح مقدمه على المذبح في الهيكل في ذلك الوقت، فنجس الهيكل ودي اللي بيسميها كتاب ركسه الخراب، اللي اتكلم آه. عنها دانيال ركسه الخراب، انه انه بعد كده قامت اسره كان اسمها اسره المكابيين يهود. مع مع يهوذا المكابي وعملوا ريفولت او او او, أو تمرد على على البطالسه وحرروا المنطقه شويه و, و, و كل ده قبل المسيح كل ده قبل المسيح بحوالي 167 سنه كان قريب وده على فكره التاريخ اللي بيبدا منه الاحتفال بالهنكة اللي هو العيد اليهودي الاساسي يعني الايام دي برضو الهنكة بيبقى الايام دي انه ظلت المناره بالرغم ان ما فيهاش زيت الا انها ظلت المناره منوره حتى انتهت الحرب. فده بيعتبروه علامه من الرب م. الى اخره. فالمهم اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني انه سنه 167 قبل الميلاد قام انتيخوس ابيفانس ملك الشمال بتنجيس الهيكل وبتقديم خنزير على المذبح. هذا العمل اثار المكابيين وقاموا بحرب ضده وتمردوا عليه. نيجي بقى من سنه 63 قبل الميلاد ده يهمني يعني بعد حوالي 100 سنه أيوة. من الحدث ده من سنه 63 قبل الميلاد وقعت اليهوديه تحت الحكم الروماني. هنا بقى دي نشأة الإمبراطورية الرومانية. م. والإمبراطورية الرومانية توسعت. استولت زي ما استولت على مصر واستولت على البلاد الأخرى، استولت أيضًا على إيه؟ على اليهودية. وظلت اليهودية. اليهودية ده ده التاريخ ده كله على فكرة دون ذكر الفلسطينيين. أنت بالظبط من بعد من بعد موت سليمان وانقسام و و المملكة ما عندكش ذكر في الكتاب المقدس لشعب اسمه الفلسطينيين. دي نقطه مهمه قوي يعني 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 حتى تاريخ شعب اسرائيل لم يكن متداخلا مع مع الفلسطينيين يعني اللي يقرا فينا من اول الاخبار والانبياء ما يقراش عن عن الفلسطينيين حاجه كويس فقعدت المدينه تحت الحكم الروماني حتى سنه سبعين ميلاديه لما دخلها تيتوس الملك الروماني ودمر المدينه ودمر الهيكل اللي كان فيها وحرقها ولم يترك حجر على حجر الا وايه الا الا دمره <applause> بعد سنه 70 ميلاديه ظلت المدينه مدينه خاويه من إيه بعد, الخراب بعد خراب الهيكل. الا من الفقراء والناس البسطاء اللي قدروا انهم يعيشوا فيها اليهود معظمهم تشتتوا تشتتوا في كل ربوع الارض حتى الحكم البيزنطي سنه 300 24 مع الحكم البيزنطي بدا اليهود يتشجعوا يرجعوا الى اليهوديه كويس وعاش اليهود مع المسيحيين اللي كانوا عايشين في اليهوديه عاشوا في سلام تام في وئام عاشوا الشعبين مع بعض دون ذكر للفلسطينيين نهائي عاشوا في مدينه اورشليم عاشوا في اليهوديه تحت حتى الحكم الروماني. تحت الحكم الروماني في ذلك آه. الوقت الحكم البيزنطي كويس حتى الغزو الإسلامي للأراضي المقدسة اللي حصل في القرن السادس بالضبط فمن وقتها التاريخ اللي قبل كده كله لا يذكر لنا حاجة عن الفلسطينيين المسيح نيجي العهد الجديد المسيح نظر إلى أورشليم على أنها مدينة الملك العظيم المسيح أحب أورشليم المسيح كان يخدم في أورشليم المسيح اتولد في بيت لحم اليهودية المسيح خدم في اورشليم المسيح صلب في اورشليم المسيح قام في اورشليم المسيح علم في اورشليم المسيح دخل اورشليم كملك منتصر ولما نظر الى مدينه اورشليم يقول الكتاب وفيما هو يقترب نظر الى المدينه وبكى عليها قائلا انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفي عن عينيك فأنه ستأتي أيام ويحيط بك أعدائك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك كويس الرب يسوع أحب أورشليم الرب يسوع بكى على أورشليم لأنها مدينة لم تعرف زمان افتقادها حلت. ده بالنسبة بدين بعيداً أرشاليم. عن ده بالنسبة لتاريخ اورشليم في الكتاب المقدس الكتاب المقدس احنا مش آراء شخصيه في الكتاب المقدس يعني. اقدر استطيع ان هم. الخص اورشليم في عده نقط عشان اخليهم مشاهد. فضل. اول حاجه اول نقطه ان اورشليم يرجع تاريخها وتداخلها مع شعب الرب الى زمن ابراهيم ملك صادق ملك صادق في, في 14 بالضبط ايضا اورشليم أرشالي تداخل تاريخها مع تاريخ يشوع والقضاة وهزيمة يشوع لملك أورشليم يشوع مدينة اليابوسين مدينة أورشليم كانت ملك لليابوسين وكان يطلق عليها اسم يابوس وقد خد أخذها داود وأباد اليابوسين تحقيق لوعد الرب اللي قاله أن السبع شعوب دول لابد أن يبادوا وصارت من هذا التاريخ هي مدينة الملك العظيم مدينة أورشليم اللي عمل فيها داود المسبح وفيما بعد بنى ابنه سليمان الهيكل كويس ولم يكن في التاريخ القديم كله صراع ما بين الفلسطينيين واليهود على مدينه اورشليم هذا الصراع لم يكن موجود نهائي في كل التري حروب كاي شعوب ما بينهم دايماً كاي شعوب و... زي عادي زي ما حاربوا الامونيين والعمونيين والمؤابيين وغيره حاربوا ايضا الفلسطينيين حضرتك قلت ان الاسباب كانت مختلفه الاسباب كانت مختلفه كانت اسباب على اراضي و... بقاء يعني صراع على البقاء آه وعلى اراضي وعلى ممكن نسميه كان صراع اقتصادي اقتصادي وسياسي وكله لكنه لم يكن صراع ديني لانه لانه كان هيبقى ديني ليه بالضبط صارت مدينة داود ومن وقت أن صارت أورشليم مدينة داود كويس صار وبعد انقسام المملكة لا يذكر لنا الكتاب نهائي شيء عن الفلسطينيين حتى علماء الآثار النهاردة يعني صعوبة كبيرة جدا أن احنا نجد لا عملة ولا 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 حتى بيوت ولا ملك زي مصر زمان في العهد القديم كان نتكلم عن فلسطين آه انا عندنا وقت صح آه عندنا اه بس كويس. انا عايز اسال اسئله تانية كتير عندنا ربع ساعه عندي وقت يعني طيب أنا آه عايز تسال دلوقتي ولا عايز تسال بعد في دل... بس بعد ما حضرتك تخلص المختصر البسيط بتاع تاريخ فلسطين انا عارف حضرتك مش هتقوله بشكل متوسع يعني آه في في يعني في الايام اللي فاتت آه اسئله كتير على السوشيال ميديا فحابب اعرضها على حضرتك برضو علشان <تصفيق> تهم ناس كتير طيب يعني اعرض زي ما انت وانا مش اعجب على عايز ال... <applause> اجابه على الكل <applause> اه اتفضل حضرتك هتقول الاول المختصر التاريخ الفلسطيني طيب خلينا ناخد طيب. مختصر تاريخ الوقت ال... بالاسئله كويس ماشي okay. ده مختصر وزي ما قلت في البدايه الرب احب الكل ونحن نحب الكل وكل الشعوب هي ملك للرب وحتى ما بالاوقات والازمنه كل شيء فخلينا ناخد تاريخ شعب فلسطين مم. وده تاريخ مختصر الواحد محتاج وقت اطول أنا عارف. لكنه معلش سامحوني لانه لو كويس يبقى الحلقه فيها الجزئين دول اكيد الكلمه العبريه فلاشتي كويس تترجم مهاجرين معنى كلمه, كلمة فلسطين بالظبط فلشتي اللي هي فلشتي. فلشتي تعني مهاجر مهاجر كويس ده معنى الكلمه مم. عاشوا فين؟ عاشوا في منطقه تسمى كفتور وهي جزيره كريت وليس فلسطين. دي نقطه مهمه جدا. الفلسطينيين لم يكونوا من ضمن سكان كنعان الاصليين. الفلسطينيين كانوا في كفتور اللي هي كريت والرب هو ايضا اللي واين تقع كفتور؟ كويس الآن؟ كريت 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 قرب اليونان و... واسمها الحديث ايه؟ قرب اليونان كريت ما زالت اللي هي اليونان yeah. يعني من الجزر اللي موجوده حلو حلوه سابوها ليه يعني <applause> خلينا اقول شوفوا شوفوا الكتاب الكتاب المقدس قد ايه فعلا دقيق وهو اللي قال لنا كده وكمان ده مش بس الكتاب المقدس كده ده 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 يعني التاريخ بيقول لنا كده ألستم لي يا بني إسرائيل دفع موس <applause> ألستم لي يا بني إسرائيل مثل الكوشيين يا كل رب يبقى بني إسرائيل في نظر الله زي مين زي الكوشيين ألم أخرج إسرائيل من ديار مصر يبقى مين اللي أخرج إسرائيل من مصر الرب الرب والفلسطينيين من كفتور آه والأراميين من قير عشان. يبقى مين اللي حرك الإسرائيليين يروحوا الكنعان الرب ومين اللي حرك الفلسطينيين من كفتور الرب هو إله التاريخ فبالتالي لو درسنا التاريخ كله رب حركهم ليه خلينا ليه؟ لما الرب لما الرب وعد ابراهيم وقال له هدي لك ارض كنعان الجزء ده م. لما الرب وعد ابراهيم وقال له هدي لك ارض كنعان قال له ارض كنعان فيها سبع شعوب وانه ذنبهم او الاثم بتاعهم او خطيتهم لم تكن قد اكتملت بعد كويس لكن ابراهيم هدي لك الارض اللي ساكن فيها السبع شعوب دول لم يسكن لنا الفلسطينيين من السبع شعوب من السبع شعوب م. يعني زمن ابراهيم لما يكن الفلسطينيين موجودين قال له ايه قال له في ارض كنعان كان يسكنها القينيين والقنيزيين والقدمنيين والحثيين والفريزيين والرفائيين والاموريين والكنعانيين والجرجشين واليابوسيين ده في تكوين 15 م. تكوين 15 اللي بيقع بعد تكوين 14 ايوه ايوه وضح يعني وضح مهم ترتيب أه. فايام ابراهيم لم يكن الفلسطينيين بعد كده دخلوا غالبا بعد ابراهيم بدا تاريخ الفلسطينيين يكون لهم وجود في في ارض كان وكانوا عباره عن غزاة لدرجة انه لما اسحاق بعد كده عمل ابار جم الفلسطينيين وايه وردموها وكانوا مشهورين انهم غزاة في المنطقه ف ده يذكر سفر التثنيه ان الكفتوريين ومعهم الفلسطينيين هم يعني الكفتور دي اكبر من مجرد فلسطين يعني زي ما تقول ايه زي ما تقول مثلا الامارات وفيها دبي وابو ظبي ومش عارف ايه غزوا ارض العويون وأبدوهم واحتلوا ارضهم واخذوا ارض ارض فلسطين وعرفت الارض بهذا الاسم من بعد هذا اليوم يعني من امتى عرفت ارض فلسطين بارض فلسطين لما دخل الكافتريون وامتلكوا اللي هم المهاجرين دول اللي هم البحار المهاجرين الارض اطلق اسمها اسم المهاجرين عليه فلسطين كويس اطلق عليها حاجة تانية يؤكد سفر يشوع ان اقطاب الفلسطينيين الخمسة اللي هم الغزي والاشدودي والاشقلوني والجتي والعكروني سكنوا ارض كنعان من الشيحور الذي هو امام مصر الى تخم عكرون كان كل سكنهم هو على الحدود الغربية يعني 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 لو شفت خريطة خريطة اسرائيل هتلاقي ال ال انه فوق سينا ها؟ أه؟ الحدود على البحر المتوسط هي دي غزه، دي المنطقه بتاعت اللي سكنوا فيها الفلسطينيين. الباقي كله ده كان بتاع ال اليهوديه. نيجي بقى في زمن الخروج كان الفلسطينيون شعبا عظيما له مدن حصينه غذا واشقلون وعكرون وهذه المدن تتاخم الطريق الساحليه المؤديه من مصر الى كان عام. الى كنعان. كويس؟ من بعد السبي الاشوري يعني الساب الاشوري حصل سنه 722 وحتى مجيء المسيح لا نسمع عن الفلسطينيين شيء مع بقاء اسم الارض باسم ارض كنعان او ارض فلسطين ما نعرفش عنهم حاجه غالبا اتسبوا او انتهى تاريخهم مع انتهاء الغزو الاشوري للمملكه الشماليه م. كويس لاكثر من 700 سنه لا عمله ولا حضاره ولا اسم ولا حتى لغه يعني اللغه العبريه موجوده اللغه الفلسطينيه مش موجوده ما عندناش اثار حتى ليها لا اسم ولا حضاره ولا عمله لحد النهارده مش مش موجوده كويس يعني من كام شهر بعض علماء آه الاثار من جامعه هارفارد اكتشفوا مقبره آه وقالوا ممكن دي تكون مقبره جماعيه للفلسطينيين وبداوا يحللوها لكن لسه حتى النتائج ما عندناش نتائج م. بعد خراب اورشليم سنه 70 ميلاديه وسبي لهود اصر الرومان على تسميه المنطقه باسم سيليا بلاتيتينا م. يعني سوريا فلسطين م. وظل هذا الاسم إلى يومنا هذا، استمرت الأرض خربة حتى العصر البيزنطي، حيث عاد عدد من اليهود وعاشوا مع المسيحيين حتى الغزو الإسلامي. ده التاريخ بتاع الفلسطينيين باختصار باختصار شديد جدا. يعني في مرات قادمة ممكن نبقى ناخد أكتر شوية آه يعني الموضوع. آه قبل ما الوقت بس يعني يخلص معانا آه بعض من الآراء المسيحيين مم. مش آراء آه أي مم. مش يهودي مش يهود ولا مم. إسلاميين يعني. في بعض من المسيحيين بيشوف انه احنا كمسيحيين احنا كمسيحيين ايه هو الفائد ايه هو العائد اللي يخلينا نفضل نثبت حتى ولو من الكتاب وحتى لو صح وحتى لو تاريخيا وحتى لو كل الخرايط اثبتت وكل التواريخ والازمنه والكتب كلها قالت مش بس كتاب مقدس انه فعلا الارض دي ملك الناس دي والتاريخ بيقول كده وكله احنا في بعض من المسيحيين بيقول ان احنا هنخسر الجسور اللي ما بيننا وما بين اخواتنا المسلمين وهيبقى في يعني صورة فيها عداء وصورة فيها انتماء لناس هم بيشوفون ان هم من وجهة نظرهم ان اليهود دول ناس معتدين وناس بيقتلوا الاطفال وناس ما عندهمش رحمة وناس مغتصبين لحق الغير وبسببهم اتهجر ناس وبسببهم. فاحنا تعاطفنا هي هنا هي بيترجم كمسيحيين انه ده تعاطف مع المغتصب او الغاشم او لغيره في حين ان احنا عندنا تاريخ صحيح بنتكلم فيه فهو ايه العائد اللي هيعود علينا فايز. غير ده ده رايهم انه او ده اسئلتهم انه غير العائد هم شايفين انه العائد هو فقط قطع الجسور اللي ما بيننا وما بين اخواتنا المسلمين كويس اولا اهم حاجه ان انا افكر بطريقه كتابيه بمعنى ايه لازم اشوف لازم اشوف الامور بمنظورها الكتابي تمام لانه انا المنظور اللي انا عايش فيه هو منظور اسلامي م. وانا بقول انه معظمنا في العالم العربي مجتمعاتنا المسيحيه في العالم العربي من مصر لسوريا للعراق للمغرب للمجتمع المسيحي اللي عايش في العالم العربي نظرته لاسرائيل م. 99% نظره اسلاميه وليست نظره كتابيه. م. كويس؟ تعال للكتاب المقدس شوف الكتاب المقدس بيقول ايه؟ بيقول ايه عن اورشليم؟ بيقول ايه عن, عن 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 اليهوديه؟ بيقول ايه عن ال ال الاشياء دي؟ وبعدين كون فكرك. ما تبقاش بس إيه مندفع ورا التعاليم الإسلامية اللي مليانة بالكراهية والبغضة. بالكراهية والبغضة. يعني يعني آه الله بيحب الكل و و و ومات المسيح من أجل الكل، لكن حلو إن أنا أكون فكرة كتابية عن الأمر، ما بقاش مجرد إن أنا ملقن من وأنا صغير حاجة وعايش بيها. يعني حقاً... لأنه ده تشويه على فكره م. اكتر ناس بتشوه التاريخ على مدار التاريخ كله هم الاسلام. امم لان هو هو حطك هو هو حطك في منظومه وعايزك تفكر بهذه المنظومه م. لانه هتحقق اغراضه. م. مش لانها صح. م. هو بيحطك في منظومه لانه عايزك تفكر بهذه المنظومه عشان يحقق هو اغراضه. ناخد مداخله تليفونيه ونكمل لو طيب. عندنا وقت. معانا الاخت سنة. سما سنا سما من بريطانيا اهلا بيكي اخت سنا. الو اهلا هلو؟ بيكي تفضلي اهلا بحضرتك اهلا بيكي اه اوكي آه، كنت عاوز بس ايه شارك مع حضرتكم يعني مشاركه صغيره أهلاً جدا اهلا وسهلا بيكي تفضلي شكرا آه، انا سمعت اول اخر مداخله سمعتها تمام اللي كمان عاوزه أشارك بيها اللي هي البغض والكره في الاسلام. م. تمام؟ صح. آه انا عندي في يعني عندي في لوك 14 26 على يسوع المسيح كما قيل ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا. <applause> فلا يقدر ان يكون لي تلميذا <applause> يعني هنا يسوع المسيح كان ايه بيقول ان لو حد يعني ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه <applause> وامراته واولاده وإخوته <applause> واخواته, وأخواته <تصفيق> <تصفيق> حتى نفسه ايضا طيب <applause> اخت سنة انت سامعاني؟ <applause> سامعاني اخت سنة؟ حاضر سامعاني؟ حاضر أجاب على السؤال. <applause> اتمنى تكوني <applause> سامعاني. ما انا انا ناقص آه. على البرنامج عندي دقيقه واحده ف ممكن على تدينا وقت الدقيقه دي عشان نقدر نجاوبك على السؤال اه اتفضل حضرتك عشان البرنامج للاسف آه على وشك الانتهاء فاسمعي اجابه آه. آه. السؤال لحضرتك آه. انا عرفت انا عرفت السؤال آه. خلاص وصل سؤالك وصل وبشكرك جدا على مداخلتك آه. اولا اولا من يدرس حياه المسيح وتعليم المسيح يعرف انه حياه المسيح وتعليم المسيح تخلو نهائيا من كلمة بغضة وكراهية طيب. فهو الوحيد الذي قال أحب أعدائكم م. باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم هو أيضا الذي يعني وبخ الكتب والفرسين لما الشخص اليهودي كان يقول بدل ما ادفع لابويا واعينه اقدم بها ذبايح فوبخهم على كسرهم للوصايا انه مكتوب انه اكرم اباك وامك بالتحديد الايه اللي هي فالايه يطلع. اللي بتقول انه من لا يبغض اباه وامه هو لا يعني ابدا البغضة بمعنى مشاعر الكراهيه او المشاعر السلبيه هو عايز يقول انه من لا يضع الله اولا في حياته من لا يضع المسيح اولا في حياته لا يستحق ان يكون لتلميذه كمل سؤالها فهي سرعة. هي فكره انه مين اللي ياخد الاولويه في حياته تلميذ المسيح هيحط المسيح الاول طيب. في حياته اكمل كمان على سؤالها هل ده لا يتعارض مع وصيه العهد القديم اكرم اباك وامك لا لا يتعارض ابدا ليه لانه اكرم اباك وامك هي انا هتممها ده الكتاب حتى اوصاني انه ايها الابناء اطيعوا والديكم واكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض لانه ده وصيه اساسيه لكن الرب يسوع لما استخدم كلمه البغضه زي ما بيقول الكتاب الرب احب يعقوب وابغض عيسو هل الله عنده مشاعر كراهيه تجاه انسان لا لكن الله عايز يقول انه الاولويه في حياتك هو مين من لا يبغض اباه وامه بمعنى انه من لا يضع اباه وامه في مكانهم الصحيح ناخد اخر مداخله تليفونيه قطع الاتصال التليفوني قطع للاسف طيب. فهي الفكره الاولويه م. انه اذا كان انك كنت عايز ابقى المسيح اذا كنت عايز اخد المسيح يبقى لازم احط المسيح اولويه يبقى وليس ابويا وامي يبقى يبقى البغضه هنا مش بمعنى الكره لا مش مش بمعنى لا الاولويه يكره أباه وأمه لا بمعنى الاولويه اه بالظبط يعني انه يضع المسيح أو يسوع المسيح هو الرقم واحد في حياتي بالظبط مش ابدي دي دي اي حد حتى لو اب وام بالظبط وعشان كده البغضه ده ما لا يتفاعل مع كان هو. عندي يعني كذا سؤال وكذا استفسار نعمل لهم <applause> <مع> حلقه <applause> خاصه السوشيال ميديا السوشيال <applause> ميديا يعني حاطين كتير قوي اسئله وكان نفسي اطرحها لحضرتك بس الوقت جري بينا وكان في اتصالات تاني بس بشكرك دكتور اشرف شكرا لك وبشكركم اترككم في رعايه رب يسوع امين